بكره ان شاء الله يوم مهم في حياه المصريين، اول ايام تصويت المصريين في الداخل في كل المحافظات المصريه في الانتخابات الرئاسيه 2024. رسالتنا زي ما كنا بنقول في بدايه الحلقه، لازم الكل ينزل، لازم الكل يشارك ويقول رايه ويختار الاصلح للبلد في الفتره القادمه. اكيد في جوانب مهمه حوالين اهميه التصويت في الاستحقاق الانتخابي الابرز والاهم في تاريخ الحياه السياسيه المصريه اللي هي الانتخابات الرئاسيه. ده هنستعرضه دلوقتي مع ضيفنا في الاستوديو، الكاتب الصحفي الاستاذ اكرم القصاص، رئيس مجلس اداره جريده اليوم السابع. صباح الخير على حضرتك. اهلا وسهلا. صباح الخير يا استاذ اكرم. صباح الخير. طيب بكره اول ايام التصويت في الانتخابات الرئاسيه في الداخل، حضرتك متخيل ايه الفرص اللي هتدفع المواطن المصري المشاركة في الاستحقاق الرئاسي؟ شوف، هو طبعا احنا عارفين ان الانتخابات جاية في وقت يعني الاحداث، العدوان على غزة والتفاصيل اللي حصلت، يمكن الربط بين الاتنين دايما كان موجود على اعتبار انه اول مرة الناس تكتشف حجم التحديات المتعلقة بامن مصر القومي وبي مسؤولية مصر تجاه القضية الفلسطينية وازاي الناس بتتحرك وكده. لكن الحقيقة كمان الاستحقاق الانتخابي انا بشوفه انه اهم استحقاق او يعني اكبر استحقاق بعد مرحلة انتقالية صعبة عاشتها مصر. اكتر من 10 سنين تفاصيل كتيرة، كان في تهديدات وجودية للدولة المصرية وللشعب المصري. اعتقد نجحنا بدرجة كبيرة، ويمكن الاحداث الاخيرة كانت كاشفة انه طول الوقت كان بعض الناس بيتكلموا على مخططات وعلى نظريات مؤامرة وعلى تطورات وفي أخطار حقيقية في المنطقة. النهاردة حتى إعادة قراءة الأحداث اللي واجهتها مصر على مدى 10 سنوات ممكن تبقى كاشفة، يعني حتى مثلا تهديد زي الإرهاب اللي كان موجود في سيناء. النهاردة الناس بتتساءل، هو بيت المقدس أو داعش اللي كانوا موجودين في مناطق مختلفة من المنطقة وكانوا بيتكلموا على دولة خلافة وهمية، هل دولة الخلافة دي كانت لحالها كده ولا كان هدفها انتزاع قطع من الأراضي، تكوين دولة وهمية ثم تقدم بعد ذلك إلى مخططات التهجير وغيره في فلسطين؟ وده الحقيقة اللي كانت مصر بتتصدى له بشدة. الإرهاب محدش يقدر ينكر إنه أما هزم في مصر هزم في المنطقة. طيب الناس بتسأل الإرهابيين دول داعش بقاياها موجودة وفلولها موجود، كان جزء في سوريا وجزء في العراق وجزء في مصر. مصر الحقيقة اللي تحطمت عليها المخططات دي، وعشان كده لما بنتكلم على مخطط زي ده من المهم جدا ان احنا ننتبه اللي بيحصل النهاردة. يبقى كان الهدف الرئيسي وانتزاع مجموعة أراضي لإعادة تصفية القضية الفلسطينية فيها، ده اللي انتبهت ليه مصر مبكرا في مواجهة الإرهاب ثم مبكرا في اتجاه القضية الفلسطينية ومسؤولية مصر. ومصر ما بتمارس ده بس عشان الناس تبقى واخدة بالها، انه بتمارسه بكافة الطرق. مصر بتخوض حروب موازية للحروب الموجودة، لان الحروب مش بس سلاح، ومصر عرفت الحروب السلاح وحروب السلام. لو عدنا لفكرة سيناء او غزة او التحديات اللي كانت موجودة، يمكن طول الوقت كان المواجهات النوع ده من المواجهات والعدوان الاسرائيلي بيتكرر، لكن المرة دي أعنف وأكثر قوة، وفي إعلان واضح عن المخططات اللي كانت بتبدو داخل أوراق أو داخل مراكز أبحاث أو غيره أصبحت بفجاجة بيتم إعلانها، ومصر تصدت لها بخطوط حمراء وبتفاصيل مختلفة. لو رجعنا لفكرة المخططات دي هنكتشف إنه حرب غزة كشفتها. لو رجعنا لفكرة الانتخابات، بالظبط بقى إحنا الدولة المصرية ازاي ما نبص ورانا في خلال 10 سنين. انا بشوف انه كأنما 10 عقود الحقيقة، مش 10 سنين، انه ارهاب، انعكاسات دولية، ازمة كورونا، الحرب الروسية الاوكرانية، ازمات اقتصادية صعبة بواجهة العالم، ارتفاعات اسعار في كل الدنيا، سلاسل النقل، ايه كل ده اللي احنا كنا بنواجهه؟ العالم هنقول ايه؟ العالم كله بواجه، العالم كله بواجه، بس يمكن موقع مصر وظروفها والتطورات والتحولات اللي مصر كانت موجودة في وسط براميل بارود حوالينا، زي احنا واحنا بنبص خلفنا دايما كده لورانا، احنا عدينا كل ده ازاي؟ عدينا الشعب المصري الحقيقة بوعيه وقدرته، وانتبه مبكرا جدا. لو احنا 30 يونيو كانت انقاذ لمصر،
ممكن نبقى احنا ماشيين في مصير طائفي ومصير صراع تنتزع اجزاء من الاراضي اللي يعاد توزيعها في سايكس بيكو جديده او غيره. وده كان كلام واضح. من هنا احنا بنقول ليه المصريين وعي الشعب المصري الحقيقه اللي كان كاشف. الشعب المصري تصدى محاولات فتنه، محاولات تقسيم، محاولات استقطاب وتقسيم الشعب المصري انتوا واحنا. 30 يونيو الناس طلعت وبنت ده، خدنا فترات التثبيت اركان الدوله، وده مش يعني 10 سنين ممكن يبانوا كتير لو احنا بنبص لهم من ورا من حجم التحولات اللي فيها، لكن كمان يبانوا قليل جدا في عمر الدول والصراعات والحروب اللي بتحصل وحجم التحديات اللي واجهناها. واجهنا طبعا تحديات ارهاب شديده، لكن كمان كانت مصر بتبني خلال هذه الفتره مشروعات في زراعه في صناعه، زدنا اكتر من 25 مليون في هذه المده، تحديات في الميه، تحديات في الاقتصاد، لازم نصيبنا من الميه اللي كان واحنا 20 مليون هو نفسه اللي واحنا 106 مليون، محتاجين نزود ده. المصريين الحقيقه اللي تحملوا ده وتحملوا اصلاح اقتصادي صعب، في ازمات طبعا في ازمات بنواجهها، العالم بيواجه جزء، يعني بنواجه جزء كجزء من العالم وجزء احنا بنواجهه كمصريين، نقدر نواصله. المصر اللي نجحت، المصريين اللي نجحوا ان هم يعدوا المرحله دي خلال العشر سنوات بتحديات كبيره، يقدروا يمروا ويواجهوا اي مشكلات تانية ممكن تبقى تفاصيل في ظل التحديات الوجوديه اللي احنا عندنا. وحضرتك بتقول محاوله تقسيم الشعب المصري، لكن كان في محاولات من قبل الدوله لتوعيه الشعب المصري، واثبت الشعب المصري بعد كده بالفعل قوته والتحامه خلف القياده للمرور بكافه المحن والازمات. حضرتك قلت انه كان بيحاولوا يقسموا الشعب انتوا واحنا. طبعا انتوا واحنا، فبالتالي مثلا كان في تاثير تاثير على السلم والامن المجتمعي من خلال مثلا طبقات المجتمع المختلفه. المراه مهمشه، فالدوله فهمت ده كويس فبدات تهتم وتعمل برامج للمراه لذوي الهمم، ايضا اصبح هناك برامج. حتى الفجوه ما بين الاجيال ما بين الشباب وابائهم كانوا دايما انتوا مش فاهمين حاجه، دول يقولوا دول انتوا لسه صغيرين، ودول يقول لا ده انتوا من جيل تاني قديم. فالدوله استوعبت ده كويس وفهمته وبدات تدمج الشباب في برامج للتاهيل والتوعيه. وما زال يعني خلينا نقول انه في منصات معادية بتتمول بمليارات، يعني مش هنقول ملايين، أظن أنفق عليها حجم الدعاية، حجم حتى في قضية غزة، قضية الانتخابات، في قضية اللي هو وضع الناس في المساحة بين الشك واليقين، بمعنى أنه بيشككك في نفسك، بيشككك في قدراتك. يعني أنت تبذل كل هذه الجهود في قضية زي القضية الفلسطينية، ومصر الحقيقة في مكان تاني. مع احترام كل الدول العربية طبعا ليها مسؤولية، بالمناسبة القضية الفلسطينية قضية العرب، كل دولة عربية ليها حسب قدرتها وحسب إمكاناتها، لكن خلينا نقول إنه مصر كانت موجودة ومهتمة بالقضية الفلسطينية قبل ما بعض الدول اللي موجودة تبقى موجودة، بغض النظر ده مش تقليل من شأنها، ما كانش في دولة ده كذا. تاريخ ده تاريخ. فمصر في مكان تاني، لكن كمان الحقيقة مصر بتعترف بجهود الأطراف الأخرى ولا تمنع اي، بالعكس دايما فكره الموقف العربي، فكره انه يبقى فيه فعل عربي. فهنا في القضيه الفلسطينيه لا، ومع ذلك يتم تشكيك، يتم التلاعب في تصريحات، يتم محاوله انتزاع جزء من المعلومه ووضعها في قصه ثانيه. نفس الشيء الحقيقه في الانتخابات، يعني خلينا نقول انه بعد 25 يناير حصل تغيير نوعي في السياق العام، في منصات تواصل اجتماعي، في محطات. بعد 30 يونيو الحقيقة حجم الأموال اللي أنفقت من أجل تفتيت هذا الشعب وتقسيمه وأنه إلحق ويشوف، حتى قضايا زي التخلص من العشوائيات لم تسلم من أنها تتهم بأنه إحنا بننفق أموال على الأرض. إزاي أنت تسيب أهلك وأطفال ينشأوا في مثل هذه المجتمعات غير الصحية وغير الطبيعية، وكانت عار يواجهنا واحنا نقف ده. إذا الفيروس سي مصر انتصرت عليه، دايما يقولوا لا ده استخدام أدوية أصلي، مش عارف الصحة العالمية دفعت. يعني الحقيقة النهاردة في غزة نفس الشيء. في الانتخابات بعد 25 يناير حصل حراك حقيقي في الناس النهاردة، قاعدة المعلومات في مكاسب حقيقية النهاردة، واحنا بنتكلم في الانتخابات قاعدة المعلومات بصراحة، استخدام قاعدة المعلومات تأخر في مصر لكن اتعمل بشكل جاد، ان انت ببطاقة الرقم القومي، انه ما يبقاش في موتى ومهاجرين ومسافرين يصوتوا في اكتر من مكان، ما يبقاش في تشكيك في العملية الانتخابية، ده في حد ذاته قاعدة. ممكن بعد الناس اتعودت تروح الانتخابات،
هترجع، هرجع لفكرة النص، لا احنا ما هو النتيجة محسومة، ما فيش ضاعت روح. ده برضو سياق الحقيقة في قطاع بينشط على السوشيال ميديا لكنه في الواقع غير نشط، وده عدد قليل يعني، ممكن ما يبقاش دايما الترند والحاجات دي. احنا بقينا الناس مفروض سوق الناس للأسف انه لا لا، كمان الناس بقت واعية فكرة انه الترند ده ممكن 50-60 واحد يعملوه، مجرد ان هو يبقى عدد كبير ولجان الكترونية وغيره، ونصور وضع ونشتم حد ونسلط على حد، لكن الفكرة هي قدرتك على الوعي. انت هتروح هتصوت لصالح الدولة المصرية مش لصالح أفراد، بنختار الطريق اللي ممكن نتكلم فيه. ممكن بقى نختلف ونتفق في التفاصيل، نختلف ونتفق في بعض المظاهر اللي احنا مش هنشوفها. هي الوطنية للانتخابات جاية جزء من الدستور، وكانت مطلب في مصر انه قلنا يا جماعة العالم المتطور كله بيبقى عنده هيئة تشرف على كل الانتخابات، انتخابات محلية، انتخابات نواب، انتخابات شيوخ، زي اللي موجودة في الهند، زي اللي موجودة في اوروبا، وما كانش في اشراف قضائي، او مفترض ينتهي استثنائيا الاشراف القضائي اللي امتد سنوات. لا، الحوار الوطني الدوله استجابت وكده. الهيئه الوطنيه الحقيقه انا شايف انها قامت بدور مهم، ودور محتاجين ندرسه ومحتاجين يعني نقول انه ده شيء كويس، انه يبقى مصر فيها المفوضيه او الهيئه اللي بتشرف على الانتخابات كلها، حتى انتخابات الطلاب، فكره التسهيلات، فكره ذوي الهمم، فكره اللي انت اتكلمت عليه. الحقيقه خلينا نقول انه مين كان في الانتخابات بيمكن، او في فئات ما كانتش ممكنه انها تبقى ممثله في مجالس النواب والشيوخ؟ المراه، الاقباط، ذوي القدرات. احنا بعد 2012 كمان، حتى 2012 كان فيه ذوي القدرات الخاصه وذوي والاعاقه كانوا بيطالبوا بمقعد في مجلس النواب. النهارده ليهم كوتا، والكوتا دي مش معناها ان انا تمييز، معناها ان انا بعمل نسبة للفئات الأضعف حتى تستطيع أن تتمكن من أنها تقدم نفسها. المرأة، التمكين المرأة في المناصب وفي منصة القضاء، وفي النهاردة في النيابة وفي مجلس الدولة لأول مرة في تاريخ مصر. الحقيقة ده مهم أن احنا نتذكره ونقول إيه، ونقول أنه ربما لم نصل إلى الوضع الذي نريده في السياق الديمقراطي، لكننا نبني تجربة محلية مش هنستوردها. والحقيقه في مكاسب، طبعا في مكاسب، في مكاسب كتيره لوجود الاقباط. حتى كان في ناس مفكرين وكبار كانوا ضد وجود كوتا مثلا، لكن بقوا النهارده في ناس ما كانتش بتوصل، ما بتوصلش لاسباب ثقافيه، لاسباب متعدده. عاوزين نعترف ان احنا التجارب دي بتبنى بالتراكم وبتبنى بالغيره. ما اقدرش اقول انه قضاء على فيروس سي ده دايما، ليه بقول بيشككوا؟ لانه ما اقدرش اقول ان القضاء على فيروس ده مش انجاز للشعب المصري في فتره ممكن كان يبقى يستمر 10 سنوات. يمكن جت الحرب على غزه هي اللي منعت الناس من انها الصحه العالميه. مصر اول دوله في العالم تعمل ده، ده كان رقم كبير جدا واحنا عشناه، ومفيش بيت في مصر ما كانش فيه العشوائيات والتخلص منها. كمان الطرق والكباري، لانه بعض الناس برضو خلينا نقول انه كانوا بيتكلموا على ده، ان مفيش داعي، مفيش مانع بالمناسبه ان احنا نتناقش في ده. ما اقول ايه، هو الناس هتاكل طرق وكباري؟ الناس هتاكل بيت طرق والكباري. النهارده الصناعه، النهارده تطبيقات الموبايل، النهارده النقل، النهارده الزراعه، كل ده مرتبط بالطرق. وممرات التنميه دايما هي الامم نشات بممرات التنميه، وطول الوقت حتى قبل 2011 كان المأخذ انه لا توجد ممرات تنميه كافيه، بمعنى انه اروح سينا ما سيبهاش فاضيه. التعمير اللي في سينا النهارده، والناس بتكتشف انه تعمير سينا ده مش مجرد بس ان انا بوطن ملايين المصريين بيعيشوا وبيستصلحوا اراضي وبيبنوا، لا كمان بيقدروا يدافعوا عن المكان ده. ده جزء من امن القوم اعتقد بقى مهم. الشرائط الحدوديه اللي تبقى مزروعه وتبقى قابله، مش مجرد منطات لناس لتهريب لغيره اللي كنا بنشوفه في مصر، ان تبقى الحدود سداح مداح. القوات المسلحه المصريه طبعا قامت بدور عظيم وحقيقي في حماية الأمن القومي وفي مواجهة الإرهاب اللي هزم دول بالمناسبة وفكك دول، لأنه القوات المسلحة المصرية غيرت من استراتيجية ده مش جيش قدام جيش، دول جرزان فيران وتعابين موجودين وعقارب، انت بتخلص من ده. فدايما احنا بنربط ده بالوعي، بمعنى انه مصريين اللي عملوا كده. انت لازم وانت اي بتسمع اي منصات بيقولك يا عم ما هي محسومة، يا عم احنا هنروح ليه، اعتقد انه النقاش ده بعد 30 يونيو، حتى بعد 25 يونيو، يبقى مختلف.
انت ضربت مثلا بفكره الكلام على الوعي زي ما حضرتك بتتكلم، وحاله الانفتاح السياسي اللي بقت موجوده اللي احنا شايفينها خصوصا على مدار فتره طويله جدا من الحوار الوطني، اعتقد ده ممكن يثمر في الفتره القادمه مزيد من الاستقرار ومزيد من الوعي عند الناس. هو فكره الاجيال اللي انتوا اتكلمتوا فيها واللي انت بتتكلمي فيه ده مهم. اولا الحوار الوطني اتاح فرصه لاداره تنوع واسع بين يعني في طيارات ما كانتش موجوده، في ناس كانوا محجوبين مش موجودين او مش ظاهرين او مش مشاركين. ممكن في جزء احيانا بيبقى شخصي، انا منعزل او بعيش عزله معينه، بالذات مواقع التواصل خلقت نوع من العزله لبعض الناس انه هو يعتقد انه على حق. لا تثق في شخص يعتقد طول الوقت انه على حق وعنده ثقه مطلقه، حتى في قضايا كثيره جدا اصبح إعادة النظر، حتى القضية الفلسطينية، حتى قضية غزة، حتى قضية الأكل والشرب، حتى قضية المعيشة، ده في اختلافات في وجهات النظر. الأجيال النهارده اللي في 30 يونيو كان عنده 10 سنين بقى عنده 22 سنة، بقى خلص جامعة واتجاه الحياة محتاج يجد فرصة عمل، محتاج يشوف تكافؤ فرص، محتاج في النهارده قواعد. ففكرة إنه يبقى في وعي ويبقى في أجيال، طبعًا الشباب اللي بيتعرض ليه موجود في مش بصدر على حق الشباب بالمناسبه، لانه نظام ايه اصل الاجيال الجديده مش عارفه، لا غير صحيح. كل جيل بيبقى لديه وعي اكتر من الجيل السابق، والنهارده هذا الكم من المعلومات ومن النشر والمنصات في جزء مميزات كثيره، لكن في عيوب انه بيعمل نوع من التشويش. ربما الوعي بيحتاج نوع من المنهج في الحياه، مش يعني مش كل الناس هيبقوا عمقاء وقادرين، لكن كمان خلينا نقول انه في نوع بيناقش ده اللي هو لا الشباب يسافر بره، الشباب موضوع السفر ده هل هو طموح ولا هل هو رفض ولا هل هو كمان استنزاف العقول المصريه. يعني خلينا نقول انه الشباب دول لازم نحرص عليهم، هم ثروه حقيقيه في مصر. فكل القضايا دي والنقاشات دي مطروحه في موضوع الوعي، والشعب المصري اللي عمل ده، يعني فكره انه اي حد يشكك في انه مصر في غزه دورها عظيم ودورها في القضيه الفلسطينيه ثابت ومبدئي وقوي ويقوم على الامن القومي من ناحيه والاهتمام بالقضيه الفلسطينيه في الداخل وفي القدره على تمكين الاطراف المختلفه انها تخوض زي ما انت قلتوا الحوار الوطني، خلق نوع من التنوع واطراف مختلفه، لازم يبقى في مجال اوسع، لازم يبقى في رقابه اوسع في الاسواق، لازم الناس تبقى بتتناقش. اللي جاي الهيئه الوطنيه للانتخابات اللي جاي ده في انتخابات مجلس نواب، في شيوخ، في مجالس شعبيه محليه اصبحت ضروره انها تبقى موجوده. والشباب انت بتكلم على شباب، في 60,000 مفترض يكونوا في المجالس دي، يعني في 600,000 او مليون انت محتاج ترشح. الوعي محدش بيصدر على الوعي، لكن خلينا نقول انه احنا في زمن يمكن التاثير فيه على الاراء، يمكن تشويش الاراء بشكل او باخر. فاللي هيروح الانتخابات ده هيروح لانه اتعود يروح ويستخدم حقه، وبعدين انت ده صوتك في النهايه، انت مسؤول عنه. ودايما في مقوله يقول تم ارساء تقليد جديد الأسهل الذهاب للانتخابات، تم ارساء هذا التقليد جوه مشاعر الشعب المصري وجوه وجدان الشعب المصري، جزء من ممارسته لحقوقه انه بيروح وبيضلي بصوته وبيشارك في الانتخابات. في ناس شايفه نفسها حتى مع الدوله، وممكن تبقى بتقول ايه ما احنا ما هي محسومه ولازم نروح واحنا مع الدوله، طب ما تروح تصوت للدوله زي القضيه الفلسطينيه. الناس لما خرجت دايما السؤال في التجارب الديمقراطيه بتبنى، لو شفنا بره كان في خلافات، يعني خلينا نقول اوروبا وصلت لده بعد مقتل 60 مليون في حربين عالميتين، يعني الامر ما كانش بسهوله، في صراعات دايما، في خلافات، في حتى النظريات لحد دلوقتي، نظريات الجماهير ونظريات الانتخابات، وشفنا الولايات المتحده وغيره. فيعني الموضوع ما هوش سهل وما بيجيش كده بسهوله، لكن دايما الاهم في القضايا الديمقراطيه هو الديمقراطيه اولا وسيله مش غايه، يعني وسيله لاسعاد البشر، لتكافؤ الفرص، لان الناس تاخد حقها. طب انت هتاخد ده تعمل ده كله هتبنيه من غير ما تدي صوتك او تختار اللي انت شايف انه اصلح. بالمناسبه في حريه كامله حتى في التصويت بره للمرشحين، من حقك تصوت وما فيش حاجه اسمها محسومه، لانه الهيئه الوطنيه للانتخابات في النهايه لا تفرز وتعلن ده. صحيح. فكره ان انت بتصوت لمستقبلك وللدوله وغيره ده مش شعارات بالمناسبه، ده حق ليك انت بتستخدمه
واهم حاجه دايما في مقوله لفيلسوف كبير يقول لك الخطر الحقيقي انك تتساءل ماذا يحدث بدل من ان تتساءل ماذا نفعل. انت هتعمل ايه بقى؟ هتعمل هتاخد موقفك ازاي؟ هو ده الاهم. القضيه الاهم ان انا هو ايه اللي هيحصل؟ هو اللي إلا يحصل بتراكمات كل هؤلاء الناس اللي بيشاركوا بالرفض أو بالقبول أو بالنقاش أو بغيره، ومحدش يقدر يقول النهاردة إنه الآراء مش مطروحة. مواقع التواصل وغيره بره وجوه ويوتيوب، وفي ناس بيكتبوا وبيقولوا، وفي ناس بتهبد، وفي ناس بتقول معلومات غلط، وحتى في منصات مختلفة صديقة أو شبه صديقة أو قريبة أو غيره بتروج شائعات وبتضرب. لو مصر مش مهمة مش هيحصل عليها الحروب دي كلها. يمكن الناس مدركين اللي ادركوا في 30 يونيو واللي تصدوا محاولات التقسيم والفتنة وانت واحنا، والشباب مهم انه يعرف ويتناقش ويختلف ونتحمله، وكل الاجيال مفيش صراع اجيال. صحيح. هو الاب والابن ممكن يبقوا بيختلفوا لانه طبيعي اجيال، واحنا في وقت من الاوقات كنا مختلفين عن اهالينا، بعد شوية بنكتشف ان هما كانوا صح في حاجات وان احنا محتاجين نقفز في حاجات تانية. صحيح. ولادنا بيعلمونا زي ما احنا كنا بنعلمهم بالظبط. يعني احنا اتكلمنا مع حضرتك عن قيام الدولة خلال السنوات الماضية بالتوعية بشكل عام لكل فئات الشعب، لكن هنعوز نتكلم مع حضرتك عن ما قامت به الاحزاب السياسية عن توعية الشعب المصري للخروج، لكن بعد الفاصل. استاذنكم مشاهدينا نروح لفاصل سريع ونرجع نكمل كلامنا مع الاستاذ اكرم القصاص رئيس مجلس ادارة اليوم السابع. بنكمل كلامنا مشاهدينا مع الأستاذ أكرم القصاص رئيس مجلس إدارة اليوم السابع، وبنكمل كلامنا عن يعني الانتخابات والاستحقاق الدستوري. احنا شايفين كتير من مؤسسات الدولة بتعمل بشكل رائع في الفترة اللي فاتت، وشايفين كمان بقى المجتمع المدني في المقابل وعلى الجهة الأخرى بيعمل بشكل توعوي. احنا شايفين الإعلام بيحاول يدعو الناس للنزول الانتخابات، شايفين الأحزاب بتحاول تدعو وبتحاول تقول انزلوا وشاركوا بصوتكم. اعتقد ان ده ممكن يكون فارق في الفترة القادمة. شوفي، هو يمكن كنا بنتكلم قبل الفاصل على فكرة الحوار الوطني وما أنجزه الحوار الوطني في مناقشاته، فتح الباب لفئات كتيرة وتيارات كتيرة سياسية. أنا في ناس شخصيا كنت مفاجأ بآرائهم، إنه ناس حزبين على فكرة ليهم آراء معارضة أو مختلفة، ومع ذلك آراء محترمة وتحترم في الاقتصاد في السياسة، شايفين الإدارة محتاجة تتغير إزاي. وبعدين في جزء في التغيير الاداري في الرقابه على التموين في غيره، في شبه اتفاق مع اختلاف في التفاصيل انه السوق الحر فوش مش عارف ايه هنتكلم عن. ففكره ان الاحزاب تبقى موجوده وتبقى موجوده في الشارع، عندنا 106 حزب ممكن ما نقدرش نعد مثلا اكتر من 15 بالكتير قوي بالنسبه للمتخصصين، وممكن اقل من كده بالنسبه للمواطن. لكن النهارده في احزاب ظهرت ممكن تبقى في نقاشات حصلت في الحوار الوطني. كمان الحقيقة المجتمع المدني والأهلي، ودي نقطة في غاية الأهمية، أنا بشوف إنها أحد مكاسب هذه المرحلة كانت في التحالف الوطني مثلا العمل الأهلي، إزاي يجمع عشرات المنظمات والهيئات، كل مهيئة بتشتغل، كل منظمة بتشتغل لوحدها، لكن ده بيجمعها في قضية زي غزة دي حجم التبرعات وغيره. ودي نقطة مهمة، ده اللي احنا بنقوله في وعي الشعب المصري. والشعب المصري كان بيتناقش قبليها في فكرة الأسعار والغلو والأزمة العالمية، وده حقيقي يعني ما حدش بينكره، لكن ما حدش قال ليه الناس اتبرعت لغزة، ليه الناس اللي بتشتري بطاطين في الشتاء. ده وعي كبير جدا لدى الشعب المصري اللي دايما الرهان عليه صحيح. الحقيقة الشعب المصري شعب بيجمع بين الوعي والحضارة وغيره، لكن كمان إنساني قوي في الموضوع ده، ما حدش ناقش وقال سكر وزيت وغيره. هرجع لنقطة العمل الأهلي، ودي احدى يعني الاستراتيجيه الوطنيه لحقوق الانسان، ممكن يبقى فيها اجزاء نظريه محتاجه تتطبق او بتطبق. قانون جديد للجمعيات وحريه العمل في لانه المجتمعات زي ما احنا بنقول ممرات التنميه فيما يتعلق بالدوله، الاساسات والبنيه الاساسيه والطرق والمواصلات العامه والتموين وغيره، والرقابه على الاسواق، والرقابه على الاسواق جزء بالمناسبه شعبي. يعني النهارده لما نتكلم في الغرف التجاره وغيره في المجتمعات، فالمجتمع الاهلي ومبادره زي التحالف الوطني العمل الاهلي، ويبقى في جمعيات كثيره في كل مكان في مصر بتتحرك بتشوف ايه اللي ناقص بتبنيه،
البره المجتمع الاهلي وزيه زي مؤسسات الدوله بالظبط، محمي بالقانون بالتنظيم توسيعه. خلينا نشوف المجتمع الاهلي بيعمل ايه لمتابعه الانتخابات، دور مهم قايم به ائتلاف نزاهه لمتابعه الانتخابات الرئاسيه. الائتلاف كثف استعداده خلال الفتره اللي فاتت من اجل بدء عمليات المتابعه والرصد للتصويت بكره وعلى مدار 3 أيام من التصويت. مؤسسات الائتلاف هم 7 وعملوا جهود قوية جدا عشان يكونوا جاهزين لمتابعة أيام التصويت. تفاصيل ومعلومات أكتر عن هذا الائتلاف ومجهوده هنعرفه من ضيفتنا اللي منورانا على التليفون دلوقتي، الأستاذة مارينا سامي المنسق الإعلامي لائتلاف نزاهة لمراقبة الانتخابات الرئاسية. أستاذة مارينا صباح الخير. صباح النور يا فندم. يا أهلا بحضرتك. لو نعرف السادة المشاهدين أكتر عن ائتلاف نزاهة، عن مما يتكون هذا الائتلاف ومهمته خلال الفترة القادمة. طبعا اهلا بيكم واهلا بضيفك الكريم. احنا ائتلاف نزاهة بيضم 7 منظمات، 5 منظمات دولية من اليونان ورومانيا وغانا واوغندا والكونغو، ومعانا منظمتين مصريتين اللي منها مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الانسان ومؤسسة شركاء من اجل الشفافية. احنا عدد المتابعين اللي معانا 54 متابع دولي تم تسجيلهم لدى الهيئة الوطنية للانتخابات، ممثلين عن 34 دولة ما بين أوروبا وأفريقيا والمنطقة العربية. قوام الائتلاف 100 شخص ما بين متابعين دوليين ومترجمين ومنسقين محليين وإداريين وأعضاء لغرفة العمليات والرصد. أكيد. طيب غرفة أو الغرفة المركزية للائتلاف اللي هتكون موجودة في منطقة متابعة سير العملية الانتخابية داخل اللجان على مدار أيام الانتخابات الثلاثة، لو تكلمينا عن هذه الغرفة وكيف يتم فيها المتابعة. طبعا احنا عندنا حاجتين، الحاجة الأولانية هي غرفة العمليات، ودي بتبقى شغالة 24 ساعة على مدار الساعة لحظة بلحظة. بيتم التنسيق بين غرفة العمليات المركزية اللي عندنا وبين المتابعين الدوليين اللي بينزلوا في اللجان. خلال الفترة اللي جاية اللي هو 3 أيام عملية المتابعة هتتم في 10 محافظات، هنبدأ نزور 2400 لجنة فرعية من أصل 10,000 لجنة على مستوى الجمهورية، وده بنسبة يعني هنبدأ نتابع 24% من عدد اللجان الانتخابية الفرعية الموجودة في مصر. بدأنا بالفعل من النهاردة تقسيم المتابعين الدوليين على 16 فرقة. من المقرر أن كل متابع دولي هيزور 25 لجنة فرعية خلال اليوم. راعينا كمان في توزيع المحافظات جميع الاقاليم الجغرافيه لمصر، القاهره، اسكندريه، دلتا، القناه، الصعيد. وكل ده بيتم بالتنسيق. المتابع الدولي اثناء وجوده في اللجنه بيكون معاه استمارات دي فيها مجموعه من الاسئله، بيتم ان هو يشوف الاسئله دي، بيبص كده بعينيه، بيتابع وبيجاوب على بعض الاسئله او بيجاوب على الاسئله اللي موجوده في الاستماره دي. المره دي كمان عملنا حاجه ايجابيه، ان احنا عملنا الاستماره ديجيتال، فبقت موجوده على الموبايل معاه، يقدر ان هو بالموبايل يجاوب على الاسئله. طبعا كل ده بيوصل لغرفه العمليات بتاعتنا لحظه بلحظه. عظيم. طيب هل زيارتنا للجان، هل مثلا هيكون مخطط لانه اللجنه نزورها مره واثنين وثلاثه، ولا هنزور اكتر من لجنه بحيث ان احنا نزود عدد اللجان اللي بيتم زيارتها من قبل الرصيدين الميدانيين؟ لا طبعا، اللجان احنا هنزور 2400 لجنه، فاحنا عندنا كم كبير من اللجان الفرعيه اللي احنا المفروض نزورها. مش هيتم تكرير اللجنه، يعني اللي هيدار النهارده مش هو اللي هيدار بكره، مش هو اللي هيدار بعده. العشر محافظات هنتابع فيهم لجان فرعية كتير قوي، فمش هنكرر اللجان اللي احنا دخلناها. أكيد. لو تكلمينا عن دور الراصدين المركزيين داخل اللجان ومرحلة ما قبل دخول اللجنة نفسها. احنا طبعا غرفة العمليات هنا بتتابع الرصد كل حاجة، بنرصد كل حاجة، بنرصد على السوشيال ميديا، بنرصد ردود الأفعال، بنرصد التلفزيون والميديا، بنرصد كل الكلام ده عشان نقدر نشوف كمان نسبة المشاركة. وبيتابعوا مع المتابعين من خلال الاستمارة لحظة بلحظة بكل الملاحظات، كل الأسئلة، لو في أي حاجة بنتابع مع بعض يعني تليفونيا
يعني طبعا احنا مش بيتم التدخل لان احنا متابعين فقط، احنا نرصد فقط يعني. وبنعمل تقرير؟ اه طبعا. طيب أكيد. يومي ولا بعد الثلاث ايام؟ لا بعد عمليه التصويت خلال الثلاث ايام هتتم مرحله التقييم، انه احنا هنبدا نقعد مع المتابعين الدوليين اللي نزلوا اللجان، وهيتم بقى تفريغ الاستمارات كلها، هيتم رصد كل الملاحظات من المتابعين الدوليين. ده هيكون يوم 13 بعد التصويت على طول، 13 و14 هنقعد مع بعض ونعمل اجتماعات علشان خاطر نعرف ملاحظاتهم، نعرف ارائهم، ردود افعالهم، ونجمع كل النقاط اللي موجوده في الاستمارات اللي تم تجميعها على مدار الثلاث ايام، ونبدا نكتب التقرير المبدئي. ان شاء الله يوم 16 ديسمبر هيكون في مؤتمر صحفي هنعلن فيه عن التقرير الاولي لائتلاف نزاهه وشهادات المتابعين الدوليين خلال رصدهم في اللجان. اكيد. كل الشكر ليكي الاستاذه مارينا سامي المنسق الاعلامي لائتلاف نزاهه لمراقبه الانتخابات، شكرا جزيلا ليكي. استاذ اكرم، زي ما حضرتك تابعت ائتلاف نزاهه لمراقبه الانتخابات، اهميه وجود هذا الائتلاف والمراقبه والمتابعه الدوليه لهذه الانتخابات وانعكاساتها على سير العمليه الانتخابيه. كنا بنتكلم عن المجتمع الاهلي والمجتمع المدني والمبادره المهمه في التحالف الوطني للعمل الاهلي. الحقيقه تحالف نزاهه او كمان الحقيقه هذا طالعين انتخابات، وخلينا نحييها في هذا الامر ان هي بتقوم بدور دستوري ودور مهم، انها اولا لم ترفض اي طلب للمتابعه او المراقبه من الداخل او الخارج. حتى كان في شرط لبعض المنظمات او الجهات اللي فيها موافقات للمجلس الاعلى للاعلام، اعتقد تم استثنائهم لسرعه ان هم يحصلوا على هذا التصاريح. وكمان الحقيقه يعني خلينا نقول انه وجود هذه الائتلافات، انه يبقى موجود والمجتمع الاهلي والمجتمع المدني في الخارج والداخل بيراقب، ده جزء مهم من انه بيتابع على اعتبار زي ما احنا بنتابع في العالم. يعني كل دول العالم بتدعو ناس تقول تعالوا شوفوا العمليه ماشيه ازاي، لو في شكاوى، لو في اختلافات، لو في غيره. فوجود المجتمع الاهلي والمجتمع المدني يعني استكمالا للصوره، الدوله ومؤسساتها ليها دور مهم في المجتمعات الحديثه وفي الدول الحديثه. المجتمع الاهلي والمدني له دور مهم جدا، شراكه حقيقيه، مسؤوليه عن المجتمع. يعني في ناس التعليم، الصحه، غيره، في مؤسسات وفي تامين صحي وفي غيره، لكن دايما هذه المؤسسات بتقدم خدمات اضافيه لفئات معينه، لذوي القدرات، للناس اللي مش قادره، ممكن يبقى عنده ظروف، ولاده عندهم ظروف معينه فيحتاج يبقى جمعيه متخصصه في ده. التحالف الاهلي بيجمع ده، فنزاهه او التحالفات المختلفه مهمه جدا انها تبقى موجوده وبتراقب الانتخابات وبتتابعها وبتنشر تقاريرها، الناس راحت، الناس جت. ده برضو جزء مهم من فكره انه الناس تبقى بتنزل، لانه ممكن يبقى في تراث انه خلاص يعني الدنيا مستقره واحنا مع الدوله وشايفين انه الدنيا صح فاحنا مش هنروح وهي كده كده. لا، استخدام الصوت مهم جدا مع او ضد او لصالح ده او ضد ده، لان احنا عندنا انتخابات مجالس محليه هيبقى فيه ملايين بينزلوا، مفروض في الجمعيه العموميه النهارده او الناس عدد المصوتين زاد يعني، فمطلوب رقب في النهايه العدد اللي هيروح اللي هيحصل منه على 50% زائد واحد خلاص هيفوز وكل حاجه، وفي كل الحالات الامور بتستمر وبتمشي، لكن ربما الحضور الاكبر وفكره ان الناس تصوت ده هيعمل تركيز في انه الناس تنتقل من الافتراضي الى الواقعي بالفعل، لانه في ناس كتيره جدا بتتناقش مجرد نقاش لكن بتكسل او بترفض او غيره. وجودهم وتصويتهم هيبقى مهم جدا، بالذات بالنسبه للفئات اللي هي ما جربتش يمكن لاول مره، ما نزلتش انتخابات. اعتقد الهيئه قايمه بدور في التوعيه في تفاصيل كتيره، بتعلن ازاي تصوت، المغتربين، لانه كمان دي في انتخابات الرئاسه وحتى في انتخابات في ناس كتيره ظروف شغلهم بتضطرهم انه يبعدوا عن مكان تصويتهم او اقامتهم، ده من حقه انه يكون موجود. ربما بعض الناس بتطالب بتطوير زي بعض الدول في الهند او في غيره بيصوتوا تصويت الكتروني او غيره، ربما نكون داخلين في مرحله عشان ما يبقاش فيه تشكيك، لانه ده محتاج ضمانات معانا وتكنولوجيا معانا اعتقد انها ممكن تبقى موجوده في العالم. واحنا شفنا في الولايات المتحده التصويت بالبريد او غيره عمل مشاكل وعمل طعون، ومع ذلك يعني بتستمر. الاهم شيء في رايي
سواء الحوار الوطني او سواء انه يبقى في الانتخابات، هو بناء ثقه بين الاطراف المختلفه. صحيح. والغاء فكره التشكيك الدائم اللي هو ايه ده، بناء الثقه وجسور الثقه اللي بناها الحوار الوطني في رايي محتاجه تتسع اكتر ومجال عام اكتر، واحزاب سياسيه تبقى موجوده في الشارع تعمل مؤتمراتها، تلتقي، تمارس، تشوف ازاي هتتمول بعيدا عن اي، بتعمل مشروعات، بتدخل في تعاون، المجتمع الاهلي والمدني يبقى مفصول عن السياسه وبيشتغل مع الجمهور بعيدا عن اي مصالح او تدخلات سياسيه زي ما كان بيحصل قبل كده. كل دي افكار جيده محتاجه تتطبق. اهم حاجه ان انا بستغل صوتي وبستخدم ادواتي المختلفه في ان انا ابني ثقه داخل المجتمع. الثقه دي بتعمل بالتفاعل مش بالتشكيك والاستماع. المنصات هنا او هنا احنا عارفين ان هي ممكن تبقى بتفقد. اهم حاجه ان احنا ما نفقدش الثقه في نفسنا وفي بلدنا وفي بعضنا في اننا نختلف ونتفق دون ان مفيش حد بيمتلك الحقيقه، بس احنا بنبني البلد، بنروح للبلد، بنصوت للبلد في النهايه، مش لاشخاص هنا او هناك كلهم زائلون، لكن اللي هيفضل مصر واللي هيفضل انه يبقى فيه حضور معبر عن وعي الناس اللي كان موجود واللي نجح في انه يتخطى. المصريين بلد كبيره وشعب كبير، تخطوا تحديات ضخمه جدا، فكك الدول واسقاط الدول الاخرى وادخال الدول في الفوضى، فاللي عبروا كل ده يقدروا ان هم يعبروا للمستقبل بشكل احنا عم. شايفين التجربه الديمقراطيه المصريه عماله تنضج اكتر وتتطور اكتر وترسخ اكتر واكتر، وهو ده اللي احنا شايفينه في الفتره الاخيره. كل الشكر ليك الاستاذ اكرم القصاص رئيس مجلس اداره اليوم السابع، شكرا لوجودك معانا. شكرا شكرا جزيلا يا فندم.